اليوم بنختتم إن شاء الله الفصل الثالث. حتلاحظوا إنه حنتكلم على reactions of alkynes، تفاعلات الألكاينز، وحتلاحظوا إنه إن شاء الله حتكون بسيطة، بالذات بعد ما أنتوا اتفهمتوا كويس تفاعلات الألكينز. الآن الألكينز اللي فيها دبل بوند كان تفاعلها الأساسي الأديشن، الإضافة. الألكاينز أيضا تفاعلها الأساسي الأديشن لأنه فيها التريبل بوند. تقريبا الريجنتس اللي شفناهم بيتفاعلوا مع الألكينز نفسهم بدنا نشوفهم كيف بيتفاعلوا مع الألكينز. فعلى سبيل المثال ممكن ناخذ الاديشن اوف اتش اكس، اتش اكس يعني اتش سي ال او اتش بي ار تو الكاينز. اللي لاحظوا انه تفاعل الاتش اكس للالكاين بيضيف مرتين، لانه الالكاين في كم دبل بوند؟ تنتين غير السيجما بوند الأصلية، في عندي تنتين باي بوندز، فبتتم عملية الإضافة مرتين. الإضافة الأولى بتضيف فيها HCl. الآن لما بدي أضيف HCl على مثل هذا الألكاين كيف بنتوقع تضيف؟ ماركوف نيكوف ولا أنتي ماركوف نيكوف أديشن؟ بتضيف ماركوف نيكوف أديشن، واضح؟ فهي زي ما بتلاحظوا في عندي H إجت على هذه الذرة وCl. الآن هذا اللي بتكون لما يكون عندي كمية زائدة من HCl مباشرة بيستمر التفاعل مرة تانية وبضيف كمان H تانية وكمان Cl تانية. إذا في المحصلة بصير عندي إضافتين HCl وكل إضافة منهم ماركوف نيكوفز أديشن، واضح؟ كل إضافة منهم ماركوف نيكوفز أديشن، كأنه بيجي هنا ذرتين هيدروجين وبيجي هنا ذرتين كلورين، ومثلها ايضا ال HBr. فال HBr وال HCl بضيفوا على حسب ماركوف نيكوفز اديشن، لكن تو سكسيسيف اديشنز يعني اضافتين متواليتين، واضح؟ النوع الثاني اللي اخذناه اضافة الهالوجينز، اذا متذكرين Br2 وCl2 برضو بنفس المنطق تماما، الهالوجينز بتضيف مرتين. طبعا انتم متذكرين انه الاضافة في الهالوجينز كانت انتي اديشن، لكن لما بتضيف كمان مرة خلص بصير عندي تنتين Br وتنتين Br. فبرضو في الهالوجينز لما نضيفه افضل اشي بضيف حقيقة البرومين، بصير عندي تو سكسيسيف اديشنز، مرتين بضيف البروم، فبتكون عندي اللي هي التترا برومو كومباوندز. يعني لو انا بدي اجي في الامتحان اقول لكم والله هاي تترا برومو كومباوندز، هاو كان يو بريبير ذيس كومباوند، بده يكون جزء من تفكيركم. وكان عندي تريبل بوند عملت عليها اضافه برومين مرتين، عملت عليها اضافه البرومين على مرتين، واضح؟ الآن بنيجي للمية. المية عادة بضيفوها في وجود حامض وزئبق على الألكاينز، حامض وزئبق كاتيون. الآن اللي بده يصير عندي إنه بتتم إضافة المية لمرة واحدة حسب قاعدة ماركوف نيكوفز أديشن. بمعنى هنا بده يجي عندي H وهنا بده يجي عندي OH، هاي إضافة المية H OH، هذه عبارة عن ماركوف نيكوفز أديشن. الآن هذا المركب اللي تكون عندي في من ناحية المجموعات الوظيفية مجموعتين وظيفيتين، في الألكين اللي هو الدبل بوند، وفي الألكوهول اللي هو الـ OH الألكوهول، وعشان هيك بسموه إينول. ايش يعني إين أول؟ إين المجموعة الوظيفية تبعت الألكينز، والأول المجموعة الوظيفية تاعت الألكوهول، مش بنقول ميثانول إيثانول، واضح؟ فهذا عبارة عن إين أول في المجموعتين الوظيفيتين هدول.
الآن هذا الإين أول في الألفاتيك كومباوندز بشكل عام مش ثابت، ما بضلوش زي ما هو، بتغير. واضح؟ يعني ما بنفعش إن أنا أحطه حتى كنتيجة، هذا غير ثابت الإينول. طب إيش بيعمل؟ بيتحول إلى صيغة تانية. فهذه الصيغة بتنتقل البوند هذه هنا والأتش بتيجي على الكربون. لاحظوا إيش اللي أنا قاعد بحكيه، شغلتين بدهم يتحركوا، بدها تتحرك هيدروجين وبدها تتحرك رابطة. إذا حركة إلكترونات وحركة بروتونات الأتش. فلما تلاحظوا إنه هذه بدها تتحرك هنا الدبل بوند والهيدروجين بدها تيجي هنا، كم حركة عندي؟ أتومز وتشارج أو إلكترونز. لما تتم هذه الحركة السي هذه بتصير سي دبل بوند أو، والسي اتش 2 بتصير سي اتش 3. الآن إذا بتطلع على المجموعة الوظيفية اللي موجودة هنا شو هي؟ كيتون السي دبل بوند او، السي دبل بوند او هذه كيتون. فبدل ما كان عندي مجموعتين وظيفيتين جنب بعض اللي هم الاين والاول، الاينول اتحول الى كيتو فورم. هذه العمليه عمليه التحول بسموها تاوتوميريزم. التاوتوميريزم هي عبارة عن عملية بتم فيها حركتين، حركة تشارج وحركة هيدروجينز. واضح؟ إذا أنا بتحرك عندي إلكترونز زائد البروتونز الهيدروجينز. واضح؟ بتفرق عن الريزونانس. يعني لو بدي أقول لكم بلغة بسيطة إيش الفرق ما بين الريزونانس والتاوتوميريزم؟ الريزونانس كانت بس الكترونات بتتحرك. واضح؟ الريزونانس كانت بس اللي بتتحرك الكترونات، وبيكون موجود عندي الشغلتين، يعني بيكون مره بهذا الشكل مره بهذا الشكل مره بهذا الشكل مره بهذا الشكل. التاوتوميريزم مختلفه. التاوتوميريزم هي عباره عن حركه شحنه او الكترونات وحركه هيدروجين اتومز. الان لو كنتوا بتتذكروا الريزونانس اللي هو حركة الكترونات، كيف السهم اللي كنا نعبر فيه عن الريزونانس؟ دبل هيدد أرز بهذا الشكل. الآن التاوتوميريزم عبارة عن اتزان، إكويليبريم، يعني بيكون عندي موجود من هذا وبيكون عندي موجود من هذا بنسب معينة في المحلول. فالتاوتوميريزم هي عبارة عن إكويليبريم، والسهم تبع الإكويليبريم كيف بيكون؟ عشان هيك هذا السهم بدي اياكم تصلحوه بهذا الشكل، سهم اتزان. واضح؟ فلو انا بدي اجي اقول لكم مثلا ارسم لكم هذا السهم، اقول لكم this arrow is used to indicate tautomerism. No, it is used to indicate resonance. However, the equilibrium arrow or the double arrows are used to indicate tautomerism. فالتاوتوميريزم هي عبارة عن حركة شحنات وحركة بروتونات، بيستخدم لتوضيحها سهم الاتزان الكيميائي، لأنه هي عملية اتزان. يعني لو قلنا تاوتوميريزم is an equilibrium process، الجواب صح. غالبا اللي بيصير كالآتي، انه بيكون الكيتون هذا بنسبة احيانا تفوق 99% والإينول بنسبة اقل من 1%. واضح؟ هذه التاوتوميريزم شو احنا بنسميها؟ حسب الاطراف تبعونها، كيتو اينول تاوتوميريزم. اذا احنا امام شغله جديده قاعدين بنتعلمها، كيتو اينول تاوتوميريزم. فاذا كان عند الاينول فانه يتحول الى الكيتون. وهذا الكلام وين بيكون؟ في الاليفاتيك كومباوندز، يعني بالألفاتيك كومباوندز كشكل كيميائي مش مقبول ولا مرغوب انه عمركم تشوفوا دبل بوند جنبها او اتش. يعني كأنه هذا بشكل عام
بغض النظر عن بعض الامثله الخاصه اللي مش موضوعنا، بشكل عام ممنوع وانتم بتعملوا ستراكتشرز انكم تحاولوا تعملوا لنا دبل بوند جنبها او اتش في الالفاتيك كومباوندز. الان العكس بيصير وين؟ في الاروماتيك كومباوندز. في الاروماتيك كومباوندز زي البنزين وغيرها مسموح ومفضل انكم تعملوا دبل بوند وجنبها او اتش. اذا بتذكروا هذا المركب اذا رسمناه اللي فيه او اتش ايش اسمه؟ فينول. لاحظوا من اسمه it is an enol. It is an enol. واضح؟ هو في الفينيل اللي هي حلقة البنزين، وهي إين وهي أول موجودين جنب بعض. واضح؟ فوجود الإين والأول جنب بعض في الأروماتيك كومباوندز مسموح، بالفينولز مسموح. وجود الإين والأول جنب بعض في الأليفاتيك كومباوندز لا. واضح؟ وجود الإين والأول جنب بعض في الأليفاتيك كومباوندز مش مسموح نهائيا. واضح ولا فيها مشكلة؟ زي ما بتلاحظوا انه الخطوة الاولى في الاساس لما ضاف الاتش والاو اتش قبل التوتوميريزم كانت حسب قاعدة ماركوف نيكوفز اديشن ولا انتي ماركوف نيكوفز اديشن؟ ماركوف نيكوفز اديشن. هذا في حالة انه ضفنا اتش 3 او بلس في وجود الزئبق. الان ممكن تكون إضافة المية في الخطوة الأولى أنتي ماركوف نيكوفز أديشن وبعد هيك يتبعها توتوميريزم. ممكن تكون إضافة المية في الخطوة الأولى أنتي ماركوف نيكوفز أديشن ويتبعها توتوميريزم. لو كان عندي بهذا الشكل ألكاين وإجيت ضفت البورين بالتي اتش اف في الخطوة الأولى H2O2 أو H ماينس، متذكرين هذه كانت شروط إيش؟ إضافة الماء عكس قاعدة ماركوف نيكوف أنتي ماركوف نيكوفز أديشن. فزي ما بتلاحظوا إنه هنا بتيجي الـ H على هذا الطرف والـ OH على هذا الطرف. هل هذا ماركوف نيكوفز ولا أنتي ماركوف نيكوفز أديشن؟ هذا أنتي ماركوف نيكوفز أديشن. الـ H ما إجتش على الكربون اللي حاملة هيدروجين، إجت بالعكس، والـ OH إجت بهذا الشكل. طبعا هنا برضو نفس الاشي بصير عندي توتوميريزم، بمعنى انه هذه الاتش حتيجي على هذا الموقع والبوند تبعتها بدها تيجي تعمل سي دبل بوند او. لكن زي ما بتلاحظوا هنا انه المركب اللي تكون هو الديهايد ولا كيتون في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تكون عندي الديهايد في حالة مكان الالكاين اللي عندي الكاين طرفي. طبعا الكاين طرفي او تيرمينال الكاين بمعنى انه في على طرفه هيدروجين. واضح؟ عارفين ايش معنى تيرمينال الكاين؟ تيرمينال طرف. فلما نقول احنا في عندنا تيرمينال الكاين بمعنى انه التريبل بوند موجوده على طرف الجزء. في الكاينز ثانيين التريبل بوند بتكون بنص الجزء، وبالمناسبه في الالكاين اذا التريبل بوند كانت بنص الجزء خلص ما فيش احتمال يكون عليها هيدروجين نهائيا، يعني ما بيكونش على التريبل بوند هيدروجين الا اذا كانت على طرف الجزء، الا اذا كانت تيرمينال. ايش يعني تيرمينال؟ على طرف. طيب الان اذا كانت تيرمينال بدها تضيف انتي ماركوف نيكوفز اديشن. طب لو كانت بوسط الجزء التريبل بوند حيكون عندي خليط من التفاعلات، يعني ممكن تضيف ماركوف نيكوفز وانتي ماركوف نيكوفز، ببطل واضح الماركوف نيكوفز اديشن، فممكن تتم الاضافه باتجاهين. واضح؟ خلينا على الوضع البسيط انه يكون عندي تيرمينال الكاين بدي اضيف عليه ميه، يا بدي احط الاتش هان والاو اتش هانا ماركوف نيكوفز اديشن، او بدي احط الاتش هانا والاو اتش هانا انتي ماركوف نيكوفز اديشن. واضح؟ الان بغض النظر اذا تكون مركب، المركب اللي حيتكون ايش حيكون؟ اين اول. الاين اول حيتحول ايضا الى الكيتو فورم اللي هو السي دبل بوند اول مقصود، بغض النظر كونه الديهايد او كيتو، المهم انه بتحول الى سي دبل بوند او.
بتحول الى سي دبل بوند او. اذا ظاهره التوتوميرزم في كل الاحوال بتصير. طبعا هذا الكلام وين ممكن تنسألوا عنه انتو؟ يعني تخيلوا انه انا لو جبت لكم مثلا اي الكاين زي هذا وطلبت منكم في النهايه انكم تحضروا لي مركب في سي دبل بوند او هانا، بينفع؟ بدكم تضيفوا الميه في وجود اتش جي 2 بلس وبتعمل توتوميريزم. ولو طلبت منكم تحطوا لي السي دبل بوند او هان، بدكم تضيفوا الميه بهذه الطريقه. طلعوا انتم ايش المحصله النهائيه؟ سي دبل بوند او هان. طب لو بدي اياها هان، بدي استعمل الطريقه السابقه اتش 3 او بلس مع الزئبق. اذا انا بامكاني على طرفي الرابطه ان احط سي دبل بوند او، بضل اني انتقل ريجنت المناسب. اذا بدي اياها تكون هانا يتكون عندي كيتون، وقتها بدي استعمل اتش 3 او بلس في وجود اتش جي 2 بلس. اذا بدي اياها هانا بدي استعمل شروط الانتي ماركوفنيكوفز اديشن اللي هو الهيدروبوريشن، يعني اضافه البورون والهيدروجين فولود باي اوكسيديشن بالهيدروجين بيروكسيد اللي تعلمناه. واضح؟ فالاحتمالين ممكنين، الاحتمالين ممكنين ان اعمل ماركوفنيكوفز اديشن او انتي ماركوفنيكوفز اديشن، وفي الحالتين الانول بده يصير كيتو فورم، بمعنى الاو اتش بدها تصير سي دبل بوند او، والدبل بوند بدها تصير سنجل بوند، الدبل بوند بدها تصير سنجل بوند. الان بنيجي لاضافه جديده اللي هي اضافه الهيدروجين، اضافه الهيدروجين. طبعا اضافه الهيدروجين احنا بنسميها ريدكشن، عمليه اختزال، عمليه اختزال. لاحظوا معنا، ممكن احنا يكون عندنا سنجل بوند، ممكن يكون عندنا دبل بوند، ممكن يكون عندنا تريبل بوند. اذا انا بتحرك من السنجل بوند للدبل بوند او من الدبل بوند للتريبل بوند، العمليه بسميها اوكسيديشن. واضح؟ يعني لو عندي الكين بدي اخليه الكين، بقول اوكسيديشن اوف الكينز تو الكينز. لو عندي الكين بدي اخليه الكاين، بقول اوكسيديشن اوف الكينز تو الكاينز. اذا بتحرك بالعكس العمليه ايش بنسميها؟ ريدكشن، عمليه اختزال. الان احنا اللي بدنا نعمله انه عندنا تريبل بوند، معنى عندنا تريبل بوند انه حننزل يا لدبل بوند يا لسنجل بوند. في كل الاحوال العمليه ريدكشن، في كل الاحوال العمليه عمليه ريدكشن. عشان هيك العنوان تبعكم ريدكشن اوف الكاينز. الان الريدكشن اوف الكاينز مع الهيدروجين حقيقه له ثلاث احتمالات وثلاث شروط تفاعل وثلاث نواتج مختلفة. واضح؟ الريدكشن اوف الكاينز باستعمال الهيدروجين بتم بثلاث طرق، وبتأدي الثلاث طرق إلى ثلاث نواتج مختلفة. الطريقة الأولى، إذا أنا بضيف الهيدروجين في وجود ميتال كاتاليست زي البلاديوم أو البلاتين أو النيكل. طبعا البلاديوم دائما بيكون مخلوط بكربون، بسموه بلاديوم كربون، كربون فحم ناعم جدا. واضح؟ بس الاساس في الكاتاليست اللي هو ايش؟ البلاديوم. فاضافه الهيدروجين مع البلاديوم، وعشان مش كاتبينهم، لو اجاكم في الامتحان مع النيكل او مع البلاتينم مع اي ميتال من هدول، بضيف مرتين وبيعطيني الالكين، بحصلش على الدبل بوند، بنتقل مباشره من التريبل بوند الى السنجل بوند. اذا هيدروجين مع بلاديوم او نيكل او بلاتينم بحول لي الالكاين الى الكين. واضح؟ يعني لو جبنا لكم سؤال صح وغلط، مرات طلاب بيلتخموا لما نجيب الاسئله، نقول لهم ريدكشن اوف الكاينز يوزنج هيدروجين بلاديوم بروديوسز الكينز، غلط، ات بروديوسز الكينز سنجل بوندز. واضح؟
هذا اللي هو التفاعل الأول. الآن التفاعل الثاني، التفاعل الثاني ممكن إحنا نضيف بس جزء واحد هيدروجين مش اثنين. في الحالة الأولى كم هيدروجين ضفنا؟ جزئين. ممكن نضيف جزء واحد هيدروجين. الآن انتبهوا، أنا بتجينا نقطة فنية كتير مهمة. لما بدي أضيف جزء واحد هيدروجين هحول التريبل بوند إلى دبل بوند. واضح؟ هحول التريبل بوند إلى دبل بوند. الدبل بوند فيها ظاهرة السيس والترانس. الالكينز فيش فيهم ظاهرة سيس وترانس، والالكاينز فيش فيهم ظاهرة سيس وترانس. واضح؟ ظاهرة السيس والترانس مرتبطة بايش؟ بالدبل بوندز، بالالكينز او بالسايكليك الكينز لما يكون عندي حلقات. الان طالما انا بدي احول الالكاين هذا الى الكين، اذا بصير عندي تساؤل، هل يا ترى الالكين اللي بده يطلع عندي حيكون بالسيس فورم ولا بالترانس فورم؟ واضحة الفكرة؟ الآن حسب نوع الطريقة المستخدمة ممكن أطلع نواتج بحيث إنه الهيدروجين يضيف من جهة واحدة وينتج عندي السيس كومباوند، أو الهيدروجين يضيف من جهتين متعاكستين وينتج عندي الترانس كومباوند. إذا الاحتمالين ممكنين، لكن بتحكم فيهم من خلال إيش؟ طريقة التفاعل. إذا ضفت الهيدروجين في وجود كاتاليست بنسميه ليندلرز كاتاليست، ليندلر بدها قالها أنا نسينا، ليندلرز كاتاليست، ليندلر ماشي، ليندلرز كاتاليست، بضيف سين أديشن، بمعنى إنه التو هيدروجينز بيجوا على جهة واحدة. طبعا في هذا المركب اللي هو الدايفينيل اسيتيلين، هذا لو بدنا نسميه دايفينيل اسيتيلين، هاي اسيتيلين كربونتين عليه فينيل وفينيل، مزبوط ولا لا؟ بهذا المركب دايفينيل اسيتيلين بزام الهيدروجينز اجوا على من جهه واحده، اذا التو فينيل جروبس حيروحوا على الجهه الثانيه المعاكسه. واضح؟ حينتج عندي السيس كومباوند، حينتج عندي السيس كومباوند. شايفينه هذا؟ الان ايش هو الليندلر كاتاليست؟ ايش هو الليندلر كاتاليست؟ الليندلر كاتاليست هو عبارة عن خليط موجود فيه 5% بلاديوم مع كالسيوم كربونيت مع ليد أسيتات مع كوينولين. كل هذه الخلطة بتنباع، بيشتريها الواحد، إيش اسمها؟ ليندلرز كاتاليست. واضح؟ في بلاديوم لكن مع أشياء تانية. فالآن إحنا بنقدر نقول إنه الأديشن of hydrogen to alkynes using Lindlar's catalysts catalyst is a sin addition. صح، واضح؟ فالإضافة باستعمال Lindlar's catalyst is a sin addition، بمعنى إضافة من جهة واحدة، وفي مرات كثيرة بتطلع لي السيس كومباوند. الآن هل يا ترى بإمكاننا أن نخلي الهيدروجين يضيف من جهتين متعاكستين؟ ممكن إذا غيرنا الرياجنت. إذا ضفنا الهيدروجين من خلال إضافة معدن الليثيوم والليكويد أمونيا، لاحظوا ليكويد أمونيا مش سوليوشن، يعني غاز الأمونيا بس مبردينه بصير إيش؟ سائل. بضيف للهيدروجين من جهتين متعاكستين، بمعنى آخر بيعمل لي أنتي أديشن. لاحظوا هنا الهيدروجين كيف بضيف. فلو كان عندي هذا المركب، لو كان عندي هذا المركب اللي هو 2 بيوتاين 1 2 3 4، هذا عبارة عن 2 بيوتاين، أو أي واحدة كان ممكن بالطريقة السابقة تتخيل أنه هو دايميثيل أسيتيلين، مزبوط ولا لا؟ فلما تضيف هيدروجين من هان وهيدروجين من هان يضيفوا بطريقتين متعاكستين، شو حيطلع لي؟
لترانس كومباوند او لترانس تو بيوتين. واضح؟ اذا لما نقول احنا انه هذا بندوب معدن الليثيوم في الليكويد امونيا وبنضيفه على الالكاين، بده يعطينا اي ناتج؟ الترانس او الانتي اديشن برودكت. وبناء على ذلك بامكانكم الان تتخيلوا انه احنا ممكن نيجي نسالكم نجيب لكم الكاين ونحط لكم ثلاث اسهم وعلى كل سهم ريجنت، وكل سهم بيطلع ايش؟ وكل سهم بيطلع نتيجه زي هذه الحاله مثلا. هاي بعد صفحتين بتلاحظوا انه تخيلوا انه هذا جاي سؤال في الامتحان ضايفين الاسيتيلين. الان لو قلت انا مع هيدروجين بلاديوم كربون شو حيعطيني؟ الالكين will be converted to الكين. اذا اضافتين هيدروجين. طيب هنا ما فيش سيس وترانس طبعا، بس هيك الرسمه لانه سنجل بونز. السيس والترانس وين موجوده كظاهره حوالين الدبل بونز. الان لو ضفنا هيدروجين في وجود اللندلر كاتاليست بده يطلع عندي السيس كومباوند، ولو ضفنا الهيدروجين من خلال اضافه ليثيوم وليكويد امونيا بده يطلع عندي الترانس كومباوند. دائما هذه المقارنات اهتموا فيها، وهذه المقارنات بالمناسبة يعني تعتبر جيدة جدا في الأورجانيك كيمستري. يعني أي واحدة بدها تدرس تفاعل في مقارنة ما تحفظش تفاعل واحد، تحفظ أكثر من تفاعل. شفتوا قبل شوية إضافة المية كانت على الألكاينز بطريقتين، هيك افهموا الكلام. اتذكروا إضافة المية مثلا على الألكينز لما أخذناها بكم طريقة؟ بثلاث طرق، وكل طريقة تؤدي إلى ناتج. بمعنى أنا بإمكاني أجيب لكم ألكين وأحط لكم والله إضافة المية في وجود الحامض، بدكم تقولوا ماركوف نيكوفز أديشن مع احتمال الريأرينجمنت. إضافة المية في وجود الميركوريك أسيتيت ماركوف نيكوفز أديشن، بس ما فيش ريأرينجمنت. إضافة المية في وجود البورين هيدروبوريشن أوكسيديشن أنتي ماركوف نيكوفز أديشن. نفس الاشي لما اخذته في الالكينز مثلا اتش بي ار في وجود الحامض، اتش بي ار في وجود البيروكسيد. هنا مثلا اضافه الهيدروجين مره الكين مره سيس الكين مره ترانس الكين. واضح؟ فدائما حاولوا تحفظوا هذه المقارنات وتنتبهوا لها. اخر تفاعل بناخده في هذا تشابتر، شابتر 3 من اكبر الفصول اللي معنا ان شاء الله بنخلصه الان، اللي هو يوز اوف الكاين انايون ان ا سبستيتيوشن رياكشن. ممكن نصيغه بطريقه او بجمله مختلفه تماما، نسميه اسيديتي اوف الكاينز، حامضيه الالكاينز. طبعا لو كنا بدنا نكون دقيقين بدنا نقول اسيديتي of terminal alkynes. terminal alkynes طبعا لما نيجي نقول احنا الحامضية شو جابنا على الحامضية وفي الالكاينز، اتذكروا انتو الحامض حسب تعريف لويس هيدروجين دونر او بروتون دونر، مزبوط ولا لا؟ الحامض حسب تعريف لويس هو اللي بيعطيني ايش؟ بروتون. فاي اشي بده يفقد اتش بلس بدي اعامله انه ايش؟ حامض. الان في الالكاينز مين اللي فيهم هيدروجينز؟ التيرمينال الكاينز لما تكون التريبل بوند طرفيه، ملاحظين؟ يعني الالكاين اذا ما كانش تيرمينال ما فيش هذا السكشن. هذا السكشن متعلق بايش؟ التيرمينال الكاين اللي فيهم هيدروجين. الان هذه الهيدروجين اللي جنب الالكاين زي الهيدروجين اللي على الاو اتش في الحامض، اذا بنفعلها مع قاعده قويه فانها تفقد على شكل بروتون، وبالتالي الالكاين هنا كان بي كونسيدرد از ان اسيد، ممكن ان نعتبره ايش؟ حامض.
ممكن يعتبره أسيد أو حامض. فمعنى حامض أنه بده يفقد البروتون بدون الإلكترونات، بس فقد بروتون. عشان هيك هذا الألكان لو أخذنا مثلا هذا الألكان وفعلناه مع فيري سترونج بيس، هذه السترونج بيس اسمها صود أميد. زي ما في عندكم صوديوم هيدروكسيد، الصوديوم هيدروكسيد ايش صيغته العامه؟ ان اي او اتش. هذه البيس اقوى منه، ان اي ان اتش 2 عباره عن ان اي بلس وان اتش 2 ماينس. طبعا البيس اللي فيها هي عباره عن ايش؟ الان اتش 2 ماينس. زي في الصوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش ماينس، مين اللي بياخذ البروتون اثناء التفاعل؟ الاو اتش ماينس. الاو اتش ماينس من الان اي او اتش لما تاخذ بروتون بتتحول الى اتش 2 او. الان هنا نفس الفكره، ان اي ان اتش 2 ماينس بدها تيجي تاخذ بروتون من هنا، شو بدها تصير؟ ان اتش 3 امونيا. واضح؟ فهذا ايش اسمه؟ صود اميد. صود اميد زي صوديوم هيدروكسيد، بس هذا بيكون سترونجر بيس ذان الان اي او اتش. يعني كاننا بنقول انه الان اتش 2 ماينس از سترونجر بيس ذان او اتش ماينس. وهذا الكلام لو انتم بتطلعوا على الجدول الدوري وكيف بتزيد القاعديه لما يكون عندي الاو هان والان هان بهذا الشكل بتزيد ايش؟ القاعديه. فكل اللي بصير انه هالان اتش 2 ماينس حتاخذ اتش بلس. شو حيضل عندي هنا؟ ايون سالب. هذا الايون السالب بسموه الاسيتيلايد انايون، اسيتيلايد بشكل عام. طبعا بسموا ايون سالب، شو الايون المرافق اللي معه حيكون؟ الان اي بلس، فبده يصير عندي صوديوم اسيتيلايد في النهايه. واضح؟ الان هذا الايون السالب، هذا الايون السالب لو اجيت فعلته مع مركب مثلا زي الميثيل ايودايد بروح بهاجم على الكربون اللي هان لانها موجبه وبيطرد اليود. هذا بعد ما عملت انا ايش؟ بعد ما شلت منه الاتش وخليته ايون سالب قوي بصير سترونج نيوكليوفايل. هالسترونج نيوكليوفايل ممكن يجي يهجم على مركب زي الميثيل ايودايد يطرد منه اليود ماينس ويحل محله. عشان هيك العنوان تبعكم ايش كان؟ سبستيتيوشن. السبستيتيوشن هي اي خطوه؟ الثانيه. احنا الاساس عندنا اليوم ايش؟ انه التيرمينال الكاينز ار اسيدز. معنى اسيدز انهم بيفقدوا اتش بلس. لما يفقدوا اتش بلس كونوا لي ايون سالب. الايون السالب من طبيعته من تفاعلاته انه بحل محل ايون سالب ثاني. واضح؟ مثل هذا التفاعل. بس الشيء الاساسي عندنا احنا اليوم في موضوعنا، الشيء الاساسي جدا في موضوعنا انه التيرمينال الكاينز كان بي كونسيدرد از اسيدز، ذي لوز ذا بروتون وين رياكتد وذ سترونج بيسز لايك سوداميد برودوسينج نيجاتيف انايونز اور اسيتيلايد انايونز. Acetylide anions can undergo substitution like this reaction. واضح؟ يعني نجيب سؤال صح وغلط انه terminal alkynes can be considered as acids ولا بلاش؟ ممكن نعتبرهم، ممكن فعلا نعتبرهم وكأنهم أسيدز. بيفقدوا بروتونز، بيفقدوا بروتونز. بهيك تقريبا بننتهي، بهيك تقريبا بننتهي من الشابتر هذا. يمكن تلاحظوا عندنا هنا بعض الأمثلة المحلولة اللي ممكن نمر عليها سريعا. إكمال معادلات هذا المركب، هذا المركب اذا بتطلع عليه سيمتريك الكاين. الان لما بدي اضيف عليه انا اتش سي ال، اتفقنا الاتش سي ال بده يضيف على مرتين.
الآن لو اجيتوا تطلعوا على أول مرة بسموه مش تيرمينال، ما فيش تحديد وين بدها تيجي الاتش وين بدها تيجي السي ال. بالمناسبة الموقعين هنا نفس الاشي لأنه متماثل، لكن مجرد ما بتم التفاعل الأول هنا بتيجي الاتش وهنا السي ال، التفاعل الثاني حيجي بنفس الاتجاه، حيصير ماركوف نيكوفس اديشن واضح. بمعنى اول خطوه هنا لو اي وحده اجت تضيف مش حتشوف هيدروجين، بنقولها مش مشكله ضيفي كيف ما كان، ضيفي الاتش هان والسي ال هان. الان بعد ما تضيف هنا اتش وهنا سي ال، لما تيجي تعمل الخطوه الثانيه صارت ملزمه انه الهيدروجين وين بدها تضيفها؟ على الكربون اللي حامله هيدروجينز والسي ال هانا، بده يطلع عندنا هذا المركب. واضح؟ المثال الثاني عندي تريبل بوند، تريبل بوند مع بي اتش 3 وتي اتش اف وهيدروجين بيروكسيد اللي سميناه هيدروبوريشن اوكسيديشن. هذا بده يضيف ايش؟ بدكم تعرفوا انه بده يضيف ميه انتي ماركوف نيكوفز وبعدين تتحول الى السي دبل بوند او، بمعنى حيضيف الاتش هان والاو اتش هان. طب مكان الاو اتش شو حيصير عندي في النهايه؟ سي دبل بوند او. اذا انا لما بدي النتيجه صار عندي هنا سي دبل بوند او. واضح؟ فهذا اضافه انتي ماركوف نيكوف اديشن. على طول حتتخيلوا انه هنا الاتش هنا الاو اتش، ودائما هذا ناتج ترانزيانت برودكت يعني اثناء التفاعل. بس هل بنفصله؟ لا. ايش اللي بنفصل؟ انه هذا تصير سي دبل بوند او وهنا بتصير سي اتش 2. ماشي الحال. الان هذا الكاين بدنا نضيف عليه ليثيوم وان اتش 3 تيرمينال الكاين. هذول ايش بيعملوا الليثيوم مع الان اتش 3؟ بيضيفوا هيدروجينز، بيضيفوا هيدروجينز، بيضيفوهم انتي اديشن. انتبهوا معي، يمكن انتم بتضلكم مصرين وقلتوها خمس مرات او ستة او سبعة انكم تقولوا ترانس، وفي كل مرة بتسمعوني انا ايش بقول؟ انتي. الان ايش الدقة او الفرق في الكلام؟ في فرق بين شغلتين. شغلة بنسميها مود اوف اديشن بمعنى طريقة التفاعل، وشغلة بنسميها البرودكت اوف اديشن ناتج التفاعل. الان المود اوف اديشن انه الهيدروجين من هان ومن هان بيجوا عكس بعض، هذا كلام ما فيش فيه خلاف. اذا كيف بتتم الاديشن؟ انتي. الان الناتج بيعتمد ايش اساسا عندي انا سبستيتيوانتس. بالتالي دائما وابدا طريقه الاضافه جايين متعاكسات انتي اديشن. لكن هل يا ترى لازم يطلعوا سيس وترانس برودكتس؟ هذا بيعتمد ايش في عندي سبستيتيوانتس. يعني هنا لما اجوا اضافت واحده من فوق واحده من تحت، هذه الكربون اللي كان عليها اتش شو صار عليها؟ تو هيدروجينز. بزام احدى الذرتين عليها احدى ذرتين الكربون اللي هو طرفي الدبل بوند عليها تو هيدروجينز. موجوده كل ظاهره السيس والترانس؟ لا شرط، شرط ظاهرة السيس والترانس، شرط ظاهرة السيس والترانس عشان تكون موجودة انه على طرفي الدبل بوند يكون هنا مجموعتين مختلفتين وهنا مجموعتين مختلفتين. فأنا هنا صح عملت انتي اديشن، لكن بعد ما عملت الانتي اديشن صار هذه عليها تو هيدروجينز، ما فيش كل ظاهرة السيس والترانس. وعشان هيك انا بقول انه المود اوف اديشن دائما انتي اديشن مش مختلف معكم فيه. لكن يا ترى هل حيطلع عندي سيس او ترانس؟ هذا بيعتمد ايش موجود اصلا على الجزء. يعني مثلا انبسط عليكم الموضوع كتير، انبسط عليكم الموضوع كتير جدا. لو احنا كنا جايبين لكم اسيتيلين وانا بدي تفتحوا مخكم كويس جدا عشان تفهموا هذا الكلام. ايش معنى مود اوف اديشن وايش معنى البرودكت اوف اديشن؟ لو انا جايب لكم اسيتيلين وهذا الاسيتيلين قلت انه بدي اضيف عليه هيدروجين
بطريقتين مختلفتين. بدي أضيف عليه بطريقة، ممكن هذا بطريقة الليثيوم مع الـ NH3، وممكن نضيف بطريقة الهيدروجين مع اللندلرز كاتاليست. ماشي الحال؟ الآن من ناحية المبدأ كمود أوف أديشن، كطريقة إضافة، الهيدروجين مع اللندلرز كاتاليست كيف بضيفه؟ سين أديشن، مزبوط ولا لا؟ طيب إضافة الهيدروجين من خلال الليثيوم والليكويد أمونيا أنتي أديشن، في خلاف بهالكلام؟ طيب خلينا نرسم الناتج. لو حطينا سي دبل بوند سي، وحطينا هنا اتش، وحطينا هنا اتش، وحطينا اللي ضفناهم باللون الاحمر بهذا الشكل، ايش طلع عندي؟ ايثيلين. فيش في سيسو ترانس الايثيلين. هل المود اوف اديشن، هل هدول ضافوا من جهه واحده؟ اكيد ضافوا من جهه واحده، لكن هل يا ترى الناتج نفسه في الإيثيلين في سيس وترانس؟ لا. فالمود اوف اديشن سن اديشن، لكن الناتج ما فيش فيه من الاساس ظاهره السيس والترانس. طب الان لو اجينا قلنا هنا بدنا نحط الناتج، هاي اتش صارت لتحت وهي اتش لفوق، اللي ضفناهم كيف ضافوا؟ انتي اديشن. ايش طلعوا لي؟ إيثيلين. فيش في ظاهرة السيس والترانس. ملاحظين؟ إذا لو أنا بدي أقول لكم the mood of addition of hydrogen to acetylene using hydrogen and Lindlar's catalyst and lithium ammonia is the same، غلط. المود of addition طريقة الإضافة، مرة ضافوا من جهة واحدة، مرة ضافوا من جهتين، هذا المود اوف اديشن ما بيختلفش، لكن ذا برودكت اوف اديشن نفس الشيء، لأنه في الأساس ما فيش عندي ظاهرة السيس والترانس. عشان هيك أنا دائما بفضل إني إيش أقول قدامكم؟ إنه طريقة الإضافة من جهة واحدة أو من جهتين متعاكستين، الآن الناتج يكون فيه سيس، يكون فيه ترانس، هذا بيعتمد على ايش المركب اللي عندي، ايش السبستيتيوانتس اللي موجوده. واضحه الفكره؟ بمعنى لو هنا كان عندي مثل ومثل، لا طبعا، ما هو بدك تكون مراجعه، احنا قلنا السيس والترانس شرطه انه كل كربون من طرفي الدبل بوند يكون عليه مجموعتين مختلفتين. الان هنا من الاساس ما في شيء، كله نفس الشيء. لكن لو افترضت هنا مثل ومثل، حيصير يخلي مثل ومثل واتش واتش سيس، وحيصير يخلي مثل ومثل واتش واتش ترانس. اذا في حالة ما كان عندي الاسيتيلين، المود اوف اديشن مختلف لكن الناتج واحد. في حالة ما كان عندي الداي مثل اسيتيلين ولا الدايفين الاسيتيلين، المود اوف اديشن برضه مختلف والناتج مختلف. عشان هيك احنا لما بدنا نقول كمبدا عام بنحكي عن الناتج ولا عن طريقه الاضافه؟ لما بدي احكي قاعده عامه انا ما عنديش، مش عارف اللي بضيف عليه اساسا اسيتيلين ولا بروباين ولا توبيوتاين، في هذه الحاله انا الافضل ان اقول المود اوف اديشن، انه في كل الاحوال الهيدروجين في وجود ليندلرز كاتاليست بروسيدز ثرو سن اديشن. الان لو بدكم تاخذوها هوم ورك حتلاحظوا انه في حاله الاسيتيلين الناتجين حيطلعوا نفس الشيء، وفي حاله البروباين لما يكون عندكم ثلاث ذرات كربون الناتجين نفس الشيء، وفي حالة الوان بيوتاين الناتجين نفس الاشي، وفي حالة التو بيوتاين الناتجين بيختلفوا. الان بصير عندكم بهمش، اعملوا اتعبوا فيه، فكروا بدي اياكم تعملوا اضافة الهيدروجين
باستعمال ليثيوم أمونيا وباستعمال هيدروجين لندلرز كاتاليست للأسيتيلين، واضح؟ للبروبيلين، البروباين، للوان بيوتاين، للتو بيوتاين. أكم مركب؟ أربعة. أسيتيلين، بروباين، وان بيوتاين، تو بيوتاين. اعملوها المرة الجاية بدي تسلموني إياها، حتلاحظوا بس بحالة واحدة الناتج بيختلف، بس في الأربع حالات لو بتستعملوا القلم الأحمر وأنتوا بتحطوا الإضافة لازم هنا تعملوا سن أديشن وهنا أنتي أديشن، فالمود أوف أديشن في الأربع حالات لما تستعملوا لي القلم الأحمر حيطلع نفس المود أوف أديشن، بس الناتج بحالة واحدة بيطلع في مرة ظاهرة السيس والترانس ومرة لا. عشان هيك احنا كنا نركز ان دايما نقولكم المود اوف اديشن البرودكت بيعتمد على ايش؟ على السبستيتيونس اللي موجود.